اليوم كنشوفوا يعني في سيستم يعني ديال بالنسبه للعمالات عدد ديال المهنيين يعني قرارات عامليه معلقه يعني بخصوص يعني البطاقه المهنيه. البطاقه المهنيه اليوم يعني التكوين المجاني يعني لم يحضر الان، يعني الناس يعني سنه وتنتظر هذه البطاقه المهنيه. للاسف الشديد هناك يعني تلكؤ يعني في بعض القرارات، استخراج يعني بعض القرارات العاملية لتنظيم هذا القطاع. حد الرسالة اللي كان نوجهها للسيد وزير الداخلية أنه يفتح الحوار يعني مع النقابات المهنية الجادة والفاعلة في الميدان دون احتقان، دون إضراب، دون احتجاجات، لأن هذا القطاع ديال سيارات الأجرة لو عرفت وزارة الداخلية مكانته فإنه يعني قطاع يعني تحريك العجلة يعني بالنسبة للسائقين المهنيين، توفر على رخصة ثقة، أننا كنعتبروا يعني شبه رجال أمن بالنسبة للبلد ديالهم. ولكن للأسف اليوم كنشوفوا عدة رسائل مشات لوزارة الداخلية بخصوص فتح الحوار، ولكن للأسف ربما وزارة الداخلية يعني ما الحوار ما عرفاش كيفاش غتحاور مع هاد الناس، لأن هادوك البوندين يعني مصرة، هل هناك وزارة الداخلية مصرة يعني على الإلغاء سيارة الأجرة يعني بالكامل من المملكة المغربية بخصوص هاد البوندين؟ يعني اليوم كنشوفوا اللقاءات ما كايناش، باب الحوار مفتوح، فالأمر ما فيه يعني انتظار، كنتظروا أشنو غادي يخرج من عند النقابات يعني المركزية النقابية الوطنية بخصوص هذا الأمر هذا. كيف ما كتشوف هذه محطة ديال سيارة الأجرة، سيارة الأجرة هي واقفة بدون اشتغال، وبالأحرى كتلقى النقل السري خدام، وسيارة الأجرة الصنف الأول ديال المدن المجاورة والداخلة كلها خدامة بأريحية، كتهز المقاعد وكتحرك في جميع مناطق مدينة الرباط، وبالأحرى سيارة الأجرة الصرف الثاني غير واقفين، والشيافر ما كلقاوش الخدمة اللي مولفين معتادينها، كما أن التكلفة ديال اللي كانت اليومية ديالهم باقا هي منها الروسيطة اللي غالية عليهم، وكذلك المازوط اللي غالي عليهم بزاف وزاد عاوتاني غلا. كنشوفوا بأن هاد الناس المكلفين وكأنهم مساهمين في هاد المسائل كاملة، وكنتمنوا أن هاد الحكومة تاخذ بمسائل ديالها القانونية وترجع الدعم للإخوان ديالنا السائقين، لأن هذاك الدعم راه بالنسبة لهم راه غير شي حاجة قليلة اللي كيعاونوا بها الأسر ديالهم. تنتمناو من سي القجاء ديك الإعانة اللي كانت على الأقل أنها ترجع لجميع السائقين المهنيين، لأنها كانت إعانة ولو أنها بسيطة فكانت تتعوض واحد الجانب من المخروج أو من التكلفة ديال التنقل ديالنا، ومن التكلفة حتى نتاع الروسيطة ديالنا. تنشوفوا الحافلات تياخذوا الدعم على الغازوال، سيارة أجرة ما تتخذش الدعم، مع العلم أنهم بجوجهم محسوبين على النقل الحضاري. النقل السري ما بقى سري ولا علني، يعني كل من هب ودب اللي عنده السيارة تيشتغل مع التطبيقات. تنشوفوا أن الصنف الأول يغزو مدينة الرباط بلا تدخل نتاع السلطات المحلية، وكما قال الأخ مادام أنها تتصن الضوابط فهي خصها تكونترولي المسائل ديالها، والظاهر الشريف راه واضح كل صنف ومجال الاشتغال ديالو. الوضعيه ديالنا جد مزريه، ميؤوس منها في ظل هذا الغلاء الفاحش ديال الغازوال اللي تعيشه المغرب كامل. سير القطاع سير عشوائي في غياب القانون، المعدنيه تتبقى مساله ريعيه، وما دمنا تنعيشوا في قطاع ريعي فالامر ديال الفساد باقي منتشر. هما الناس اللي تشوف فيهم واقفين، ما كاين لا خدمه لا النقل السري تيخدم، لابليكاسيون تتخدم، المدن المجاوره تتخدم، وهادشي راه في الرباط، احنا ماشي في شي مدينه بالادغال، احنا مدينه الرباط، احنا في العاصمه، احنا حدا البرلمان، حدا العماله، حدا جميع المرافق الاداريه، تنشوفوا النقل السري مباشره. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.